حديثي حالا عن بلن قاضي إن الشيخ وحوها حديث النبي يقول عليه الصلاة والسلام خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة لبع الرماد ما تشوكتيه أو ما إلاليه أو ما حفظيه أدون مسلمة إلا جنده قلا والله أهم مركز النبي يقول هما يسير ومن يعمل بهما قليل لبضاء الرماد وفدودهين لكن وحكو عمل فلا يأسكي ساسا النبي يقول عليه الصلاة والسلام ويفدودهين لكن وحكو عمل فلا يأسكي مدكو بعد النبي يقول عليه الصلاة والسلام تكبر دبر كل صلاة عشرة وتحمد عشرة وتسبح عشرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلاه كسته او فرض مركه تكتيد جدال كده وحا لهدها 10 جير الله اكبر 10 جيرنا سبحان الله 10 جيرنا الحمد لله وميقه صدق فذلك 150 باللسان و1500 في الميزان النبي وحي عليه الصلاه والسلام markii la isku daro shanta salaadood waa 150 waxa la akhriisa oo fiirso shanta salaadood midiba sadan weey meeqay noqotay 150 baan idin laakiin miisaanka aakhira waxa lagu saaray 1500 ayaa miisaanka aakhira lagu saaray maxay ila halkii maro atiraahdi subhanallah toban bay ka kacaysa فائده اي حسنات كده 10 كبلاوانيا 10 بو تغي حق اخر اسك مره النبي و هو يري او لو دواقيو شنت صلاهات او من صدنا و 150 لكن حق ميزان كان النبي و هو يري وا 1500 حق فائده اس لغه هله مانت انا ديبتي 150 دولار او تراهب لو يغو شقه او كو يرا 1500 دولار بي كو دش أفر يلا واتن ساعة جدوه النفائدة دو أي تاعي حاجة اللي جاي لي كرا مال لغوش شيء جميات كرا نيس دافعها الدنيا ده ماشة وجود ده بيساعدي فائدة أصل لغوش شيء جوا ركبة وسفر لها وعادي لها سموكي أفر يلا واتن ساعة جدوه وحالا بحيسا بقول يكون تون دولار وحال نهيل يسا كون يشم بقول لكن مدان أيضا قرش كاجا بحين أيا أنت سهليس صلاة كاسة سيليس تاسي وامد مد اللبات نبي يقول عليه الصلاة والسلام ويكبر 34 إذا أخذ مضيعه مركة سيحانا ينا وحو أورانا هيا صد يا أفر شير الله أكبر ويصبح 33 ويحمد 33 صد يا صدح شيرنا سبحان الله وأورانا يا صدن إيه صدح شيرنا الحمد لله لكن صدن إيه أفرتو صدن إيه معناها إيه أفر ويا مد الله أكبر تاع وأمركو السيحانة صدن إيه صدح شير الحمد لله صدن إيه صدح شير سبحان الله صدن إيه أفر شير الله أكبر ما اللي فهمه نبي يقول المركو الشيء فذلك مئة باللسان وبقول حق آخرسك وألف في الميزان ميزان كآخرنا وحال لغوصة ركن حق آخر اسكواب وقال الله أكبرت وحي تهي صدني أفر سبحان الله هنا وصدني صدح الحمد لله هنا صدني صدح سواب وقال معها حق ميزان كآخر وكن حي لتيبة وحويان طوام بالغود فناهي لبدا أهرمات ومدي التهي مركو قفكو سيحانا يا انت اينو أخريو مدينتها هي مركز صلاتها وكبح فرض كائنه طبعاً طبعاً كأخريه لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة بنبي أدون مؤمنه مسلمي ما حرف ديو متشوك تيو إلا كنادو قلا نبي السؤال بالوي دي صلى الله عليه وسلم وحال رسول كله وحاتري هما يسير ومن يعمل بهما قليل لبدا أهرم أدوا فلودي دتكو عمل فلايانا ويرين سيكون على أنتاس هذا يفضل دي وانو شيء دنيا سيدتكو عمل فلاه اللي هو أو دتكو بنام وعي مركز النبي يأتي أحدكم يعني الشيطان شيطان باوحو إيمانا يا متكين
فينومه قبل أن يقولها. مركز السيحين يا إنتو نندهن أيه الديسين هيا. ويأتيه في صلاته صلاة وجو إيمان يا نحديده مصنع فيذكر حاجته قبل أن يقوله. إنتو نعرن كهر أيوه حسوسنا يا حاجدي سيا دنت كتاعم بحسوسنا يا مركز كذا قاتنا هي. لماذا أرموت بشيطان بصو حاضر أيه أكتود مده هرددها ولا ركتي هذا السراد أنت سوي سقى ذاتي أذكرت آخري مركب باللوديد ببا كمان يقوب باللوان إسا مل على مل مرسيني سادو قرن باقم لل ساسو خير كوكو رافين هاي صلاة دانا مركب كب حديد وآ استراد بل أذكرت آخري أيو مركب وحي كوكو تشوشين هيا أنت سوى الرموت بحال كان بابا أدو وقيم قاتل موبيل كا ومركب سوى مصوى باللوان يا صدع يابا والله يا بيسا انت اسو كولا وحار كيسا السلام عليكم قفكم مركو يا اسغي بروغيا وفيرينايا سا انت اسا كتاغن سبحان الله انتو دوا بخيا وا سي بخيا خلاص مركو صلاه لا جوغنا و هو كحسوسينيا دناها عاد ليدahay او عاد مركا كوغو تاغني مكو حسوسينيا دناها سا مركا وخي كينيا ايغينا كو فكرتيد ميشي اد كو فكري لهيد شيغان قاليغا اه او نبيغو شيغا كفايديسو هادا ددك او فيرسو مركي صلاة لغا بحو سبحان الله هدي باللابان قف انت او اخريي حسوسني ونادر وباللابا يا فراها قف كستفرور رقاتنا يا فيري قف وحقنا مجرو ونادر سبحان الله سبحان الله يبقفك باللابا يا الله أكبر الله أكبر باللابا يا هدي اللي يرهدو حقين مرسين ايسا ميل الله ميل مرسين ميقان وحا مركي عادة اسكن نقطي مركي صلاة لغا بحابا سبحان الله يا الحمد لله ورطة فراها انه قبل الله فريه واسكا وضع الشقين هيا كل وضعتك وضع نقاتين هيا هذا في لسيقار كود وحبي اخرنا هيا قهر روح واخر ما هيا فريه وما شقين هيا سيصعره وشقين هيا هذه مركي النبي قويرة عليه الصلاة والسلام اتكارتا اللي اخرنا هيا مروحا لتشريه صدن ايا صدح بيكو تيمان دا مرنا افر يلواتن افر يلواتن افر يلواتن مرنا وامدان او waxay ku timaada 11 مرنا waxay ku timaada ayadoo 100 ah ba waxaa laga dhigayaa 100 ka 4 30 iyo 4 ta Allahu Akbar ba laga dhigayaa salaada gudaheeda way laftigeed duruqdan marka kala duwan oo adkaarta nabiga u jideeyay midana ugu yar 30 iyo 3 la hadaa joogteen kartid akhri سبحان الله صدني صدح الحمد لله صدني صدح الله أكبر صدني صدح بقولك ما هو قديس لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنا بيسترس أو بقولك قديس تاسي وقت كارتة صيغة كمدوي مدان طوان طوان كاهنا وصيغة كمدا وحلقة يا بمرك يا قاركود إن أدق دق سنتهاي أو مدان دير الله عن آخرين أكتكت تاني ينا كود عافي المركة مدان طوان طوان كا ينا كود عافي waxa naftada barta marka midda marka akhriisay naftina soo xadirisid ina 11 ka akhriisay ugu yaraan waliba dumarka dumarka waxa laga yaabaa adkaarta dhanba inay ka dhacsan yihiin salaada haday guriga ku tukadaan guriga ku tukadaan faradka inta badan waa naadir inay masjid ku tukadaan jamaa'a inay helaana waa naadir laakiin salaada gurigooda oo khayr badan salaaday ku tukanayaan masjid maca tan gurigooda ka khayr badan ayagii marka adkaartaan oo kale cikadi ba sugeysa ilma yar ba ku soo ordahay hawl ba u taala haday 11 ka joogteeyaan habeenki markay seexanayaan 30 iyo 4 Allahu Akbar 30 iyo 3 30 iyo 3 alxamdulillah subhanallahi ah 100 ka ay joogteeyaan inta haduu qofku isku dayo wuxuu helaya khayrkan nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam wa kanzi qaliya oo kayd qaliya weeye وأن أباهن إلى نفتي نبرنا وأن كتر بينا إلهينا وفجيه صلى الله على نبينا محمد.